السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين المتتبعين والمتتبعات ديالي، درت معكم حشومة صراحة. تقلت شغلت على اليوتيوب، وليت بزاف كنحط في الانستغرام، واني غنحاول نحط فيديوهات قصيرين باش ما نتغلبش. وبعد خطات كنجمع لكم ستوريات ديال الانستغرام وكنحط لكم باش تكونوا اجور. المهم اليوم كان جديد زوين ضروري نحط فيه نديرو في اليوتيوب. اليوم كانوا جبنا صوانيات بلديين برجيلات زوينين صراحه عجبوني، وغندوزهم لكم مع الجديد اللي عندنا. هادو كنا دوزناهم شحال هادي، كدوزناهم باليدين ف سوبلا كنقولوا ليهم، ما فيهمش لا سودور. دوزناهم في فيديوهات، دوزناهم في انستغرام. كاين القياسات فيهم 40 وفيهم 45 وفيهم 50. هادو كيليقوا حتى للسلطات البساط لكلشي. جبناهم هاد المره برجيلات بلديين بحال هكا، كيجيو زوينين صراحه. تقال جبت فيهم بالنسبه للناس اللي كتبغي العماره كبيره وتهز الكيسان بزاف، اولا اللي بغات غير صينيه بوحدها راها تاخذها ماشي مشكل. بغات هذه بوحدها تاخذها، بغات تاخذ هذه بوحدها، بغات تاخذها كلها ليها الاختيار. حيت الناس ولات دابا كتبغي تحط صينيه بلديه غير وحده فوق الطبله. المهم هذه كتبقى دائما نفس الثمن ديال هذه، بليديات 800 درهم وبرجلين 800 درهم، وديال 50 سنتيم برجلين 900 درهم وبليديات 900 درهم، وديال 40 سنتيم 620، والفناق خليناهم 650 لا هادو ولا هادو. كاين هاد الطبق حتى هو كبير، حتى هو 750. هذا راه كيبقى فيه 40 لداخل وفيه من هنا حتى لهنا 46. كنجبنا معاكم هاد الفناير ولا فوانيس ولا كل واحد اش كيقول لهم، كيكون عندهم واحد الباب من هنا. كاين هادو دايرين 150 وكاين هادو 170. هادو فيما يخص هاد الطبيله اللي حطينا هنا. غادي ندوز لكم الجديد كله بالثمن ان شاء الله بحول الله. بالنسبه لهذا الموديل حتى هو برجيلات بلديين، حتى هو كيجي عالي، الشيو كيجي بلدي عالي، كاين فيه حتى هما الصواني كبارين بالنسبه للناس اللي باغيين حتى بلديه كبيره. حتى هي لكم الاختيار، بغيتو تاخذوا كل صينيه بوحده مرحبا، بغيتو تاخذوا الباك كامل تاخذوه. كيجيو معاهم هاد الفنايق كبارين 850، وهذه صينيه 800، وهذه 900. هادو حتى هما راه حاضرين معنا، كاينين بالنسبه للناس اللي باغيين حتى بلديه صغيره، كيجيو 1500 درهم. وتا هما الا بغيتوهم فرقين، كل واحد ياخذ مثلا شكل الصينيه اللي بغا والفنايق بوحدهم، ما كاين حتى مشكل. ندوزو ان شاء الله بحول الله. نشرح لكم واحد الحاجه في الكارتي ولا المذهب، بخطاتي كنزلو التصاور وين كيكون الاختلاف في الثمن. بغيت نشرح لكم دابا كل موديل كيفاش مغاير على الاخر في الثمن وشنو فيه كاين الاختلاف. بالنسبه للتذهيبه كتكون كلهم تذهيبه وحده صراحه، قالت تذهيبه زوينه مزيانه. كيبقى الاختلاف في الثقل ديال الصينيه، اولا مثلا هاد اللي كدور هاد الباندا الثقليه ديال كلشي. مثلا اثقل وحده فيهم هي هذه، اثقل وحده درا موديل يلا جبناه مؤخرا، اثقل وحده فيهم هي هذه، كاينه في الكارتي وكاينه في الذهبي دايره 1100. كاينه هذه دايره 1050. هانتوما راه الا جات راه يبان لكم نفس الخدمه، واللي راه كل وحده تقل ديالها. هذه 1050، وجبنا لكم بالنسبه للناس اللي باغيين طاشور وبثمن مرفق، ها هما هذه ثمن 45 سنتيم دايره 950. كاين هذا البريريد كارتي حتى هو ب 480، وكاين هذا في القياسات كاملين، كاين قد القياس الصغير والقياس الوسطي والكبير. هذا 400 واللي تابعو 450 واللي تابعو 500 درهم. نفس الموديل اللي دوزنا في الكارتي هو دوزت لكم اللي في الثقيل اللي قلت لكم جبت مؤخرا. هاي 40 ديالو تبارك الله ما شاء الله دايره 900 درهم، كتمشي مع الفنيق حتى همايا 850، والصينيه ديالو الكبيره ديال 50 كتمشي 1250. تبارك الله ما شاء الله
كتكون طينيه نيت ثقيله، كيمشيو معها اغلبيه البريردات، اغلبيه البريردات الثقالين حتى هما. الكبير ديال 600 درهم وهذا ديال 550 وهذا 400. ندوزو الخلايق الكارتي حتى هما كيجيو حتى هما نفس الثمن ديال الذهبي، ها انتما حتى هما كيجيو زوينين تبارك الله ما شاء الله 850. وبالنسبه لهذا البراد نفس البراد وهو كارتي، هذه صينيه 45050 درهم. بالنسبه للجديد نحاول ندوز لكم دابا الجديد اللي دوزنا اخر مره في الانستغرام، حيت ما كنتش عقلت اخر حاجه درناها صراحه في اليوتيوب. كاينين هادو ديال رمضان اللي دايرين 110 درهم، كيجيو حتى هما زوينين طبيقات هكا برجيلات حتى و النحاس بالقبضه هنا ديال النحاس 110 دراهم. كاينين في البوغدو وكاينين في الخضر وكاين في هذا اللون الباج، كاين في هذا اللون الباج. كاينين هادو كذلك حتى هما جبناهم من الحطه تبارك الله ما شاء الله كيجيو بحال هكا. كنا جبنا المغرفين وني هادو دابا يجيو في الحطه، تحطي فيهم هكا شويه البريوات، تحطي فيهم سلو، تحطي فيهم على حسب انت القياس ديالك. كاين هاد القياس اللي دايرين 50 درهم، وكاين القياس هذا بحال طبيسيل هو كيجي واقف في الحطه 60 درهم، وكاين هذا كبير كبير تبارك الله 1150 درهم، هذا راه كبير تبارك الله. بالنسبه لهادو حتى هما زوينين حتى هما بالنسبه للناس اللي بغات تقدم فيهم الخبز، تقدم فيهم هكا شي ديسير لي سالاد، كيجيو حتى هما رائعين وزوينين. حتى هما خدمه ديالنا وتقالين وطولتهم مغليضه، كيديروا غشواج ليهم قداش هادو 400 درهم. وبالنسبه لهادو كاينين هاد المستطيلين 130 وكاين هادو 150 درهم، حتى هما كيجيو زوينين. من الحوايج الثاني الجدادين هما هاد الطويجلات اللي كنستغلوهم هكا في رمضان، كاين هاد القياس وكاين هاد القياس، كاين هاد القياس 25 درهم بالمعدن وكاين هادو ب 35 درهم. كاينين هاد القريعات هكا تقدمي فيهم الزيت ولا العسل ولا المهم، يجيو هكا في الطبله راه نحاس، هادو كلهم مغلفين بنحاس. كاين هاد اللون ان شاء الله غادي يكون حتى اللون الخضر، كيديروا 70 درهم. وكاين هادو اللي كنا جبناهم حتى هما شحال هادي 120 هكا، كتحطي فيهم زويته بحال هكا وملي تبغي تعمريها ها هي كيفاش كتحل بحال هكا، كتقدم الطبله حتى هي بالمعدن شي حاجه راقيه. انا غادي نحاول ندير لكم فيديوهات قصارين حتى هما في اليوتيوب باش ما يجيكمش طوالين، وفي نفس الوقت حتى انا نبقى نحط لكم اجور كل مره حاجه. هادو حتى هما دي بورت بوجي بالنحاس شي حاجه زوينه 65 درهم. كاين هادو حتى هما زوينين ما عرفناش دوزتهم اخر مره ولا لا في اللوينات، اللوينات كاملين الخضر الموف الزرق الكحل دايرين 130. كاين هادوك البخرات الكبيره 75 درهم والاخرى 50 درهم. كاينين من الاشياء الجديده هادو حتى هما، كاين هادو ديال 70 درهم وكاين هادو ديال 40 درهم، هادو 40 ولا هادو 50 وهادو اللي 40، هادوك اللي باللوينات اللي ب 40 درهم. كاين هاد الباك حتى هو من الجديد داير 250 درهم، وكاين بلاطويات حتى هما هما حتى هما ما دوزناهمش في اليوتيوب حتى هما لحطت رمضان شي حاجه زوينه ب 120 درهم. نكتفيو على هذا الفيديو ان شاء الله، ومره اخرى ندوز لكم ديك الدويره اللي كتعجبكم على المحل خصوصا الناس ديال برا. قبل ما نمشي كاينه واحد المفاجاه اللي هي زوينه كانت تحت طلب ديالكم، هما الحوته. كنت جبت ديك المره الحوته ثقيله، هذه حتى هي ثقيله وحتى هي خدمه زوينه. جبتها في لارجونتي وجبتها في الصفر كيف ما طلبتو، هذه دايره 1550 وهذه دايره 1600. بالنسبه لهذه كنتي كطيبي فيها الحوته يعني ما كانتش بومبي، هذه تقدري
تحطي فيها حتى البسطيله حيت كتجي هكا بومبي البسطيله ديال الحوت حتى هي تجي زوينه وحتى هي راه ثقيله ماشي داك الشكل اللي ديال القزتر اللي كنشوفها انا كتجي غير كتقرقبي بوحدها فهي راه ثقيله غير الاخرى كانت ديال الطياب طيبي فيها وتحطي عليها على العافيه وما يوقع عليها والو هادشي فيما يخص الجديد يقدر يكون شي جديد اخر داز المهم هذه يمكن حتى هي بالنسبه فيما يخص الطنجرات ديال ثلاثه دجاجات راه كاينين 1050 درهم في بلاصه 1100 وديال جوج دجاجات حتى هما حاضرين بالنسبه لهذا البرقان اللي بغات البرقان النحاس هكا صحيين مزيانين 350 درهم حتى هما كيجوا زوينين بالنسبه لهذو ديال الحريره حتى هما راه كاينين شي حاجه زوينه متينه مخدومه بليت بزليفات ديالها هادو راه ماشي ضروري ديريهم للحريره ولا الحسوه ولا لاصوب تقدري ديريهم حتى المالح هكا تحطي فيهم تمايمرات تمر ولا سلو ولا شباكيه ولا في الجناب هكا الا ما بغيتيش تحطي فيهم تحطي زعما في زليفات الاخرين وهذه ديال الحريره كيف ما شفتوا خدمه ليد شي حاجه راقيه هذا الباك كامل كيدير 1300 درهم نستودعكم في يد الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنسوناش بالبارطاج والجيم